بالبيرق الغالي تاريخك الزهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال من اول وتالي اجدادنا بسنين امجاد تتعطر كانت لهم وقفات سيرة بها نفخر صاغوا لنا موروث من اجمل العادات من البحر والغوص ولا اسلوم البار ركبوا البحر بعزوم أقوى من الأمواج ما هاب غدر يوم انهاج وما هاج غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبة حصدوا لنا دانات تتلى لك انها سراج وجيتهم في البار فرسان لعبيا ولطويسة وكحلال هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ قد من فعلهم شان أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من ساس نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس احنا احنا أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من ساس نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا يتعطر الأحساب يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يا سار يا محلاك تزيني في العالي في العالي فوقين وسمها الخير ما غيرها نوالي ما غيرها نوالي علي بسم البحرين عز وشوق.
الله بالخير والنور مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا السارية، ومثل ما عودناكم كل يوم بنتعرف معاكم على موروثنا الشعبي والمفردات البحرينية الأصيلة وغيرها من المواضيع الجميلة. سمحوا لي أمسي بالخير على زميلي حسن. مساك الله بالخير حسن. مساك الله بالنور والسرور والفرح إن شاء الله والفوز بإذن الله. طبعا مساء الخير عليكم مشاهدينا في السارية، كل يوم بإذن الله نقدم لكم المميز والمفيد على مدار ساعة على الهواء مباشرة أكيد عبر شاشتنا شاشة تلفزيون البحرين. قبل أن نبتدي طبعا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول لهذا البرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي، وكذلك لشركة بتلكو للاتصالات على دعمهم الكبير لهذا البرنامج. أكيد نشكرهم، ومثل ما تعودنا حسن نبتدي حلقتنا ونروح حق الغالية أم هلال اللي موجودة في العريش نشوف شنو غبقتنا الليلة. السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير مشاهدينا الكرام، الله يمسيكم بالخير يا جماعة الخير. شلونكم؟ شلونك يا اختي عساك طيبة؟ طيبين طب حولك. ها كيف مسيتوا؟ والله مسينا كله خير في خير الحمد لله. الصلاة على النبي محمد. ما شاء الله اليوم ذبيحتنا يقصبون. هذا هي اليوم مفطح. الله يسلمك كل ذبيحك وهو يقصبها القصاب. الله يسلمك وكل بصال والكل شيء نحمسك. وهذه والجدر هذه الثاني اللي عليه الجدر نسوي حلوة خضراء. ها ذاك النوبة حمراء حمراء واليوم خضراء. يا سلام ويا الحظش خضر ان شاء الله كلنا حظنا خضر ان شاء الله. وهذه اللي قدامنا المكسرات والحشي وكل شيء البيذون والبستق. اي نعم ما شاء الله. وهذه الحمر شو هو؟ هذه ماي ورد وزعفران. ماي ورد وزعفران. يا سلام سلم الصلاة على النبي محمد. ما شاء الله وربيعنا منك وربيعت منك المسحر ويبرزون الطبول حق يسمونه القرقعون. ما بقالنا كم من يوم والبنا نوصل بيرقمون الطبول والضيران بالنشئ وبعد الفريسه بيكملون بعدين وعلي. والبنيات اللي منهم البنيات اللي منك يا حبيبتي بعد شوفوا يمشي يسوون كل عنده شغله. يا جماعه الخير شو عندكم؟ حياكم الله. شو تسوون؟ تدلقمون شيء عندهم؟ ايه زين جزاكم الله خير. انا الحين خذيت السالفه كلها. حبيبتي عاد ما قلت قهوتي عندك؟ والله قهوتكم مشروبه. ما تقصرون. بقوم حق عيالي حسن ونايله. دربك خبر حبيبتي ردي السلام عليهم وانتم بحفظه. وانتم من أجواء العريش أكيد انتظرين أم هلال توصل عندنا في المكان اللي احنا فيه إن شاء الله عشان نبتدي مسابقتنا. لكن نايلة يعني بغض النظر عن الغبقة وكل يوم أكيد بتغبق بشيء حلو أكيد, أكيد. من الشكر لمطعم الدعوس حبيت الاستعدادات حق ليلة القرقعون. إيه؟ احنا فعلا في انتظار هالليلة. بإذن الله تكون ليلة سعيدة حلوة نسترجع فيها عادة جدا قديمة وجميلة من العادات البحرينية. يمكن حتى أغلب الخليج يمكن يمارسون هذه العادة. إيه أنا أقول دائما الحمد لله نحن عندنا في البحرين هذه الأشياء او هذه الاحتفالات اللي صحيح. عندنا اللي جاتنا من ايام الاول صحيح. ما زلنا محتفظين فيها وما زلنا نحبها وعيالنا يعني ينتظرونها يعني دائما يقولون انها شنو التجهيزات شنو عندنا هالمره صحيح. فيعني فعلا القرقعون يحسسك بالالفه يحسسك صحيح. بالمحبه فيعني حلو ان نشوف انهم قاعدين يستعدون. وانا بعد سعيد ان حتى اذا يعني تتذكرين ما زالت مدارسنا سواء صحيح. الحكوميه او الخاصه وايد تدقق على هذا اليوم وتغرس هذه العاده عند عيالنا. وهذه الشغلة أنا وايد أحبها لأن فعلاً في أشياء إحنا نتمنى أن تستمر أكيد وتستمر الأجيال الأجيال وما تنقطع. أكيد طبعاً نذكر بالمسابقة أكيد نيلة. ومثل ما أنتم متعودين مسابقتنا دائماً تكون عبارة عن ثلاثة أسئلة كل سؤال بجائزة مادية نقدية مقدمة من شركة بتلكو للاتصالات. مثل ما تعودتوا معنا السؤال الأول بيكون بقيمة 100 دينار وعندكم التوقيت 30 ثانية
السؤال الثاني بقيمة 300 دينار أيضا توقيت السؤال 30 ثانية. أما السؤال الثالث والأخير يكون بقيمة 500 دينار ولكن في بعض الأحيان ما تكون هناك احتمالات واللي يخسر عند السؤال الثالث يرجع إلى السؤال الأول ويكسب معنا 100 دينار مثل ما ذكرت مقدمة من شركة بتلكل الاتصالات. أكيد طبعا نذكر أيضا المشاهدين أن معاهم الديرة لكل متصل تفتر الديرة ونرد نذكركم أن الديرة في الأصل هي البوصلة اللي ماخذينها من النواخذة من أيام الغوص كانوا يستدلون فيها على الاتجاهات فيها 32 اتجاه احنا ماخذين منهم 4 اتجاهات أساسية كل مرة نذكركم فيهم ونسأل كل متصل فياريت تركزون معانا عندنا الياه هي الشمال قطب هي الجنوب مطلع هي الشرق ومغيب هي الغرب وطبعا دائما نقول لكل متصل يا ريت تقول لنا يا رب الساريه وفالكم يا رب الساريه وتفوزون بمبالغ نقديه بدون اي اسئله. مشاهدينا للمشاركه في مسابقتنا يتطلب منكم الدخول للموقع الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه تسجلون في بياناتكم والاسم الكامل رقم الموبايل والرقم الشخصي وباذن الله بتكونون من المشاركين ويانا وبنتصل فيكم. باذن الله بنتصل فيهم بيفوزون معانا وما حد بيطلع خسران من برنامج السارية. مشاهدينا خلونا نشوف الحين معاكم سؤال مسابقة السيارات للأسبوع الثاني على التوالي وطريقة المشاركة وراجعين نستكمل فقرات مسابقتنا السارية. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية باتلكو 94444 زين 94499 STC 88880 تكلفة الرسالة 500 فلس. مع بعض مشاهدينا هو فيديو سؤال مسابقة السيارة للأسبوع الثاني على التوالي رحابين بس نعرف منكم في أي عام وقيمة هذه المناسبة وشنو هي المناسبة. طبعا السيارات المقدمة كجوائز مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي اللي إن شاء الله بيتواصلون معاكم لكل فائز في هذه المسابقة. أكيد حمين وصلت نيلة غالية أم هلال عزيزة فنانتنا القديرة يا هلا يا هلا ومرحبا منور اليوم شوفي شوفي العدالة خذي راحتك سلام عليكم عليكم السلام يا هلا مسيكم بالخير مساء الورد شلونكم يا حلوين شلونك عساكم طيبين على الدنيا كلها بشري اليوم طباخ غير ها في حلوى وفي تجهيزات حق القرقعون الذبيحة ايه يقصبها في الوقت يا سلام
في نفس الوقت ها؟ اي مفطح اليوم. عاد احنا يعني مستانسين دائما انت تطمنين على الغبقه قبل احنا ناكلها. تروحين تشوفين شنو الطبخ والحلوه المره اللي فوتت كانت الحلوه شنو؟ حمراء حمراء اليوم الحين خضراء. انت بالنسبه لك تفضلين اي لون الحمراء ولا انا والله كل حلوه عندي صدق والله ما دام هي حلوه البحرين اي كل انواع والوان الحلوه احبها. يا سلام تحضيرات القرقعون شلون؟ على قدم وساق مثل ما يقولون. الطبول تطبع تنبخ. اي وشنو الحلوه اللي احلى من حلوتنا؟ ما في. في؟ لا في. ما في. ما في. ما في احلى من الحلوى البحرينيه. ما في احلى من حلوتنا. ما في احلى. الناس تتعنى وتجي وتطلب حلوتنا. لان قالوا حلوه البحرين. اي والله. لا هون يا يباب. والحلو انه ما يقولون مثلا بحمرة بخضرة لا يقولون حلوه البحرين. حلوة البحرين. صارت صوغه حلوتنا. صوغه. اذا بنروح عند احد الو حسن واللي سلمك الحلوى قبلك. هي من الاصل صوغه. اي والله. يا سلام أصل صوت. طبعا مشاهدينا متواصلين معاكم برنامج السارية. حابين نذكر الفائزين في المسابقة ان استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي عندهم بياناتكم وبيكلمونكم ان شاء الله. اما الحين خلونا ناخذ اول اتصال. الو مساء الخير يا علي. مساء النور. يا هلا ومرحبا شلونك؟ شلون رمضان وياك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله. يحفظك علي. انت من وين؟ من البحرين. من مدينة عيسى. مدينة عيسى. يا هلا ومرحبا بهال مدينة عيسى. علي مر عليك رمضان خفيف مرة وعشرة أيام بسرعة ولا ايش رايك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هذه عوايد رمضان يعني دائما سريع ويمشي عنا خفيف. ها يقولون رمضان دائما خفيف على القلب. علي ولا عليك أمر قصر على صوت التلفزيون. اوكي قصرت. وسمعنا من التلفون من سماعة التلفون عشان احنا بعد نقدر نسمعك أوضح. اوكي قصرنا على التلفزيون. جاهز حق المسابقه؟ جاهز يا ام هلال. علي جاهز يا ام هلال. ديره عندك. حياك الله يا علي. ما دام انك جاهز نشوف الديره وين بترسيك. يلا يا ساريه. يلا يا ساريه بترسيك. يلا يا ساريه. علي عرف الشفره مالتنا مالت الساريه. الله يرزقك يا رب ان شاء الله يستاهل. وين بترسي الياه؟ وين الياه يا علي؟ شمال. وانت الصح لكن مو ذي سؤالك. علي في احد قد قال لك هارد لك؟ اوه وايد وايد. تعرف قصة هارد لك؟ اسولف لك شوي عنها قبل اسألك السؤال. سولف. هاي يقول لك هارد لك قبل كان في فريق بابكو عندهم فريق كرة قدم وايضا الجيش البريطاني كان عندهم فريق كرة قدم كانوا يلعبون مع الافرقة المحلية هني عندنا في البحرين فكانوا هذه الأفرقة يبون معاهم الجمهور فلما تصير تمريرة خاطئة يقومون يقولون حق أهل البحرين أو حق الأفرقة المحلية يقول له أوه هارد لك بمعنى أنه حظ أوفر بالإنجليزي بس إحنا عندنا في البحرين خذناها قلنا هارد لك هارد لك سوينا لك أو لك نسبية بالعربي. إحنا الحين نبي نسألك سؤال. سؤالك يقول ماذا تعني كلمة هارد لك أو يعني شنو التعبير المناسب لاستعمال هذا التعبير لما حد يقول لك هارد لك؟ أعطيك خيارات؟ تفضلي. زاد فضلك. يقول لك تعني عمل جيد ولا تعني بئس ما عملت ولا التشجيع وتطيب الخاطر. يلا 30 ثانية عندك على الوقت. نلتها. تقول لك التشجيع وتطيب الخاطر. التشجيع وتطيب الخاطر ونثبت لك هارد لك. أقول لك لكم مو هارد لك 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو مبروك عليك. تستاهل علي 100 دينار وأكيد بنواصل مع بعض إن شاء الله صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. الحين هارد لك سمعتها. بس بعد في كلمة ثانية معروفة كذي بنستخدمها وايد. هي كونها. تعرفها؟ كونها من هو؟ كونها. هي كلمة هي في الأساس هي كلمة في الأساس هندية. تمام بس احنا نستخدمها في اي مناسبه متى نستعملها؟ هل نستخدمها في حاله الاستغراب نستعملها للاستغراب او نستخدمها للسخريه او للسؤال عن الصحه؟ كونها. عندك 30 ثانيه علي. كونها يعني ساعات يقول لك واحد اكبيك ومرشم كتاوش مع كونها فلان
يعني استخدم حق استغراب او 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 مع سخريه سخريه. نثبت على السخريه علي ثبت نثبت له لا تاخر. نعم. ما ناخر. قالت ام لا ثبت وفعلا اجابتك صحيحه علي. فاسمع عنه ب 300 دينار مقدمه من شركه بتلكول الاتصالات. بتكمل نكمل علي. ها شلون يا علي؟ نسأل ام هلال. يمه يا علي السؤال الثالث ما في خيارات ومدته 20 ثانية. فالس الطيب وكفاية علينا 300 ومشكورين وما قصرت. تسلم تسلم تسلم. طب. عليك بالعافية يا علي 300 دينار. نروح ناخذ اتصال جديد. ألو مساء الخير عبد العزيز. نعم مساء النور. شلونك يا عبد العزيز وشلون رمضان وياك؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. عبد العزيز انت من اي منطقه من البحرين؟ من المحرق من العراد. من المحرق من العراد والنعم فيك فهل محرق وهل عراد. شلون شفت شلون شفت الاسئله؟ ان شاء الله خفيفه. الحمد لله خوش برنامج. الحمد لله الحمد لله على البرنامج كيف على الاشي اللي تسوونها الجميله حق الناس نتين الصديق. ما عليك زود. شكرا لكم انتم بعد على قعدتكم في البيت. أيه. وانكم قاعد تتابعونا وانتم مستمتعين معنا ان شاء الله. اي والله أكيد. الله يسلمك. واحب اوجه تحيه حق شمعه الجلاف ام هلال ليالته. يا سلام يا سلام. شكرا يا حبيبي. شكرا لك ويا على شهر مبارك وان شاء الله ان شاء الله ربي يرزقك باذن الله. الليل باذن الله. فري للديره دام انك دام انك جاهز وشهر مبروك عليك. نشوف الديرة وين بترسيك إن شاء الله. وين يا رب السارية. يا رب السارية يا رب السارية إن شاء الله. يا رب إن شاء الله يا رب. وين قطب؟ وين قطب يا عبد العزيز؟ قطب جنوب. جنوب وانت الصح. سلام. سؤالك راح يكون عن العادات والتقاليد بس قبل ما نسأل تشوف هالصورة ولعليك أمر بتنعرض على الشاشة وبعدها راح نسألك السؤال إن شاء الله. شفت الصورة؟ إيه نعم. يقول لك من عادات العرب قديما إن لما يدخل عليهم الضيف في الخيمة يلقى دلة القهوة وعليها الفنيال. إيه نعم. المطلوب إن احنا نعرف شنو معنات هالفعل. أعطيك الخيارات؟ أعطينا الخيارات. إن لا تشرب إلا فنيال واحد ولا مو ما عندنا قهوة ولا يشرب القهوة ويروح. دلة القهوة ومحطوط عليها الفنيال شنو معناته؟ إن يشرب القهوة ويرحل. يا سلام عليك. ثبت عليها؟ ثبت ثبت. ألف مبروك. هذه الإجابة فعلا الصحيحة معناته شرب قهوتك ومش شرب قهوتك ومش لأن ريايل البيت مو موجودين. اللي موجودين بس النسوان. ممكن أنه يكون رجل المنزل مقادر في رحلة أو موجود في القناص فيحطون دلة القهوة ويحطون عليها الفنيال عشان يشرب قهوته من الكرم والضيافة ويروح. عبد العزيز طبعا أنت ما شاء الله عليك عرفت الإجابة. السؤال الثاني بتواصل مع أم هلال الغالية. نروح حق أم هلال ونشوف شنو سؤالها. سؤالي بسيط خفيف. نشوف الصورة أمي اللي على الشاشة وبعدها نسألك. شفت الصورة؟ اي نعم. ها السؤال من عادات الأجداد إنه يحطون السكين في وسط الدلة. أي نعم. هذه الحركة وحطت السكين وسط الدلة لها معنى. أي. إيش هالمعنى؟ تعرف؟ خيارات. أعطينا خيارات. الأول عدم الترحيب بالضيف. يبحث عن الثور. أي. أو يذبح للشات ويأكلها. يذبح للشات ويأكلها. وثبت. ثبت صح؟ وصح. الثور يبحث عن الثور. لا يذبح. عبد لا تحاتي ثبت له.
ثبت يا اخوي مبروك عليك مبروك عليك 300 من شركة بتلكو عبد العزيز. مبروك عليك. نواصل عبد العزيز ولا ننسحب؟ سالف ثالث ما في خيارات عبد العزيز. سالف ثالث ما في خيارات. وإذا ما في خيارات وإحنا ما نعرف الإجابة نخاف صراحة. شو رأيك أنت؟ شو رأيك؟ يلا شاركم هدايات الله. الله يخليك. إذا بتكتفي بالثلاثمية نقول لك مبروك عليك عبد العزيز. مبروك عليك. جائزتك مقدمة من شركة بتلكم وإن شاء الله توصلك الغالي. ألف مبروك يا عبد العزيز. ألف مبروك. ألف مبروك. تسلم الغالي. مشاهدينا نروح لقطات من العريش نشوف غبقتنا الليلة وراجعين لكم بإذن الله. كده احنا متواصلين معاكم من القرية التراثية الجميلة اللي قاعد تشوفون لها لقطات جدا رائعة. نشكر فيها مصورينا اكيد ومخرجينا اللي قاعد يبينون لكم شنو الاجواء اللي احنا موجودين فيها، وحابين نقرب هذه الصورة لكم اكثر واكثر من خلال هذه اللقطات. واكيد ما ننسى العريش اللي كل يوم يعني من الاشياء الاساسية ان انتم تشوفون شنو موجود في العريش. شفنا الطباخ وشفنا الحلوى البحرينية، بس شفت شغلة حلوة مهلال، شفت عادة كذي قديمة حلوة أتوقع بعدين في مهات يسوونه، معنا البنات يعانون منها شوي. اللي البنية تقعد يفحض أمها وتجلس تحت وتقعد تعتشف له الشعر. هي ياتية ريالي طالع يمين. بكلمينا عن هاي الشغلة الحلوة اللي كانت يعني ترتبط فيها الأم والبنت. هذا هي العتشاف يعني عادي بين البنت وأمها. نعم. بتنسل شعرها وبتعكشفها. يا سلام. وعلشان تظهر بالهندام وبالمنظر الجميل. ذي الحصان يسمونه ذي؟ لا هذه بلابيل. بلابيل. عجايف. اللي على البر. إيه إيه عجايف. جدايل. إنزين بس نرجع إحنا حق العجاف الأصلي. العجاف الأصلي هذه له عادة ولا مناسبة جميلة. اللي هي. يسمونها الحفال. الحفال. تعتشفون فيه اللي شعرهم طويل واللي شعرهم قصير يزيدون لهم بخيوط سود ويخلونه لمهني والعتشاف يصير مرتب ودقيق ويسمونها ذي الحفال ولها رقصة خاصة بها.
يا سلام. وأغاني خاصة بها ومناسبة يا سلام، هذه في الأعراس حقت الشيخان والناس عاليين المقام الصلاة على النبي. يا سلام والله معلومات جدا قيمة، احنا قاعد نستمتع فيها واكيد باذن الله حتى المشاهدين اللي معانا يستمتعون في هذه المعلومات طبعاً. اكيد تاخذين اتصال من هلال. الو والله الو علي. الو يا هلا، الله يمسيك بالخير. مساك الله بالخير من هلال، كيف حالكم؟ حياك الله، اهلا وسهلا. الله يسلمكم. انت من وين يا علي؟ أنا من المعامير. من المعامير، يا هلا ويا مرحبا. هلا والله. أي والنعم، حياك الله أمي. الله ينعم عليكم إن شاء الله. يعلى شهر مبارك على الجميع إن شاء الله. الجميع إن شاء الله. ها يا علي، أنت جاهز؟ إن شاء الله، بركة دعائكم جاهز إن شاء الله. إن شاء الله. أطلب من الله أن الرب يرزقك إن شاء الله السورية. إن شاء الله. إن شاء الله بالسارية. إن شاء الله. نفر الديرة ونشوف وين بترسيك. توكل على الله. ان شاء الله. شوف الديره، نشوف الديره وين بترسك يا رب الساريه. يا رب الله يرزقك. اتمنى لك الخير يا رب. ان شاء الله. يا الله. الياء. الياء. السؤال عندي، خلنا نشوف اول الصوره اللي على الشاشه من بعدها نسالك. ان شاء الله. شفتها؟ شفت الصورة مضبوطة؟ مضبوطة. انزين، السؤال يقول ما اسم هذه السمكة اللي طلعت على الشاشة؟ نقول لك الخيارات؟ قولي. الشعم، دويلمي، ولا عنفوز؟ عنفوز. عنفوز، ثبت. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك. حصلت 100 دينار. حصل 100 دينار من بتلكو. يا سلام عليك الغالي، بتواصل معنا ان شاء الله. ان شاء الله نواصل. نواصل خبره في السمك ان شاء الله. ان شاء الله. يلا باذن الله. بعد بتطلع لك صوره على الشاشه ومن عقبها بسالك السؤال، ركز عدل يا محمد. ان شاء الله يا بابا. خلينا نشوف الصوره يا الغالي ونسألك السؤال. تمام صار. يلا السؤال يقول شنو اسم هذه السمكة اللي طلعت على الشاشة؟ شو تقول؟ تحتاج خيارات ولا يعني انا حاس انك لا انا عارف اني بس اعطيك. اذا انت عطني الاجابة قبل الخيارات خلها اتاكد. شو اسمه؟ عندك. عندك. ثبت. سلام. عندك فعلا فعلا، ما حتى ما تحتاج. انا حسيت اقول لك مبروك عليك ال 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو تسال. محمد بتواصل. الله يسلمكم. لا بس نكتفي. معلوماتك زينه، اتوقع بتواصل ان شاء الله محمد. ان شاء الله. على السمك بواصل. لا على السمك انا اقول لك واصل. مواصلين ان شاء الله لل 500. يستاهل يستاهل ان شاء الله. بركتكم ما شاء الله عليكم. اواصل بإذن الله. والله بإذن احنا الله. اكيد ودنا ان انت تواصل وودنا ان تحصل ال 500 لان اسئلتك ما زالت عن السمك، لكن اذا انت حاس ان انت ما تقدر تجاوب في 20 ثانيه لا تواصل. السؤال سهل سهل، انا اتوقع انك بتعرفه ان شاء الله. ان شاء الله. عن السمك. عن السمك اقول توكل على الله. توكل توكل غالي. يلا نتوكل على الله. سؤالك ايضا في السمك، خلينا نشوف هالصوره على الشاشه وبعدها بسالك السؤال. اوكي تمام. شوف الصوره. ما يحتاج هذا بعد. هذه الصوره سمكه يمكن تكون مألوفه. مألوفه عند بعض الناس. ايه شو يسمون هذه السمكه؟ هامور. لا هي تشبه الهامور بس هي شيء ثاني. باء. قول قول. باء. بالول. الباء تقول لك الباء. بدايتها باء. بالول. لا 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 بر. ها بر. بر شنو؟ إيه؟ بر شنو؟ بر كملها. بر برطة. برطام.
برطام برطامة صح صح وانت الصح ثبت له قال البرهام البرطامة فعلا هذه السمكة وايد تشبه سمكة الهامور الناس ما تفرق بينهم بس هي البرطامة ألف مبروك عليك الخمسمية دينار تستاهل مقدمة من شركة بتلكو أنا كنت يعني بقول تخلينا نبرطم ونزعل يا محمد بس الحمد لله أن أنت فزت معنا بالخمسمية ألف مبروك عليك يعطيك ألف عافية الغالية الغالي. تستاهل شكرا لك طبعا مشاهدينا الحين بنطلع فاصل بإذن الله بنتواصل معاكم في برنامج السارية نبيكم متحمسين معنا دقائق وراجعين إن شاء الله خلكم جريب للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق مشاهدينا من بعد هالفاصلة طبعا مثل ما قلنا لكم نحاول ان احنا نراويكم القرية التراثية الجميلة اللي احنا كل يوم موجودين فيها من خلال برنامج السارية طبعا اسمحوا لي ان اشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الاول للبرنامج وايضا الى لجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير للبرنامج طبعا الحين مشاهدينا خلونا نشوف سؤال مسابقة السيارات وطريقة الاشتراك والمشاركة معنا بإذن الله راجعين لكم للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية باتلكو 94444 زين 94499 STC 88880 تكلفة الرسالة 500 فلس Thank you.
مثل ما شفتوا مشاهدينا، هذه الفيديو هو السؤال اللي راح يتواصل معاكم يوميا للسحب على السيارة يوم الجمعة. حابين نعرف في أي عام أقيمت هذه الاحتفالية وشنو كانت مناسبتها. طبعا مشاهدينا أيضا حابين نذكر الفائزين في المسابقة أن استلام الجوائز راح يكون عن طريق لجنة رياضات الموروث الشعبي، عندهم بيانات الفائزين وبيتواصلون معاكم لتسليم الجوائز. إن شاء الله بعد بإذن الله يوم الجمعة نحصل المتسابق جديد فعلا ويفوز بالسيارة المقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي ويكون سعيد الحظ معه. نرجع لأجواء المسابقة، نقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير عليكم السلام. يا هلا يا مرحبا خالد. اي نعم خالد يمه حياك الله، الشهر عليك مبارك. من وين أم انت خالد؟ أنا من قلالي. يا سلام، مسقط رأسي وديرة أهلي وأبائي. نعم فيك. يا سلام عليك، أهلا وسهلا. انزين يمه خالد جاهز؟ جاهز الله يسلمك. أطلب من الله النتيجة السارية وتفكك من الأسئلة إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. عيل ما دام أنت جاهز نشوف الدير أمي وين بترسيك إن شاء الله. يلا يا خالد نشوف الديره وين بترسيك. يلا وان شاء الله الساريه مثل ما دعت لك ام هلال يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يلا يلا نتمنى لك الخير يا رب. انا من الطول لا اتوقعت شوي كنتي مغيب، لكن ان شاء الله الله بيرزقك. تعرف مغيب وين الاتجاه؟ المغيب الغرب. الله يسلمك. الغرب انت صح صح مغيب الغرب مسميه أنا صايرة مكثرة الثريد اليوم. محشومة يا غالية. جاهز جاهز الله يسلمك. جاهز نشوف الصورة ومن عقبها بنسألك إما السؤال إن شاء الله. شفت لا والله الحين إيه الحين شفت الصورة تمكني ما منها. إيه تشوفها هالطير اللي شحليلة. السؤال يقول ش اسم هالطير اللي حب البحرين وتوطد فيها؟ ترى يعني هذه في طيور وايد اصلها من هني بس لفت علينا ويات الديره ويازت لها البحرين ترى وقعدوا، فهذه الطير يعني من اللي وتوطدوا عندنا. تبي خيارات؟ اي والله خيارات. عارف الطير بس يا سلام عليك. الخيارات، هل هو الغراب او البلبل الهندي او المينا؟ المينا المينا المينا. يا سلام عليك ثبت. 100 دينار مقدمة لك من بوتلكو، مبروك عليك. اتوقع اتوقع لما تقولين ثبت خلاص الكل يعرف ان الإجابة هي الصح 100%. ما يحتاج حتى يفكر انه هو ثبت غلط. الواحد يشك ان يعني لا إجابته يمكن غلط. يعني توصل قبل الموسيقى بعد ثبت ان هي الموسيقى مالته. خالد ان شاء الله ماصل معانا لل 300 ما فيها خسارة. ان شاء الله واصلين ان شاء الله ان شاء الله. سؤالك الثاني ايضا بتطلع لك صورة على الشاشة، ركز فيها وبعدين برد اسألك السؤال. شوف الصورة. اي نعم موجودة على الشاشة. طبعا هالطير من طيور الفلة، يجينا البحرين يقعد كم من يوم ويتوكل على الله. اسمه اسمه عجيب. زين مو اسمه عجيب بس اسمه حلو يعني. بعطيك الخيارات، اول خيار هل هو المخضرم الرماني ولا القحافي؟ شو يسمونه ذي الطير؟ أسهل لك إياها. إيه 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 والله هي صفة يطلقونها على الشاعر لما يعاصر مرحلتين أو عصرين جيلين بعد. مخضرم. أحسن مخضرم. ثبت خلاص ثبت فعلا هي المخضرم. ألف مبروك عليك 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. خالد نواصل مع بعض. نواصل ان شاء الله. يلا نواصل. اهلا طبعا السؤال الثالث ما في خيارات بس باذن الله اتمنى ان انت تعرفه.
ان شاء الله نواصل اخوي عليكم ان شاء الله باذن الله نواصل مع بعض. سؤالنا بعد بيكون عن الطيور خالد، بس بقول لك كذي قصه صغيره من بعدها بسالك السؤال. يقول لك ساعات في راعي غنم يقعد ويرعي الغنم، يجي له طير، هذا الطير مثل ما اقول شوي احنا بالخليج يغربله ساعات، يوصل لي عنده ولين بيراعي الغنم يحط يده عليه يبتدي يبعد كذي 10 خطوات يلهي ويروح كذي سهي يروح مكان بعيد. في هاللحظه شي يصير لذيابه تاكل الغنم، فسموا ذي الطير باسم. الحين انا بعرف اسم ذي الطير اللي يغربل راعي الغنم، لا كذي حتى اسمين. هذه اكو صورته بتطلع لك، هذه صوره الطير تمام. انا والله يعني حاولت من ضمن سؤالي شوي اعطيك كذي كم من جمله عشان اسهل لك. اي انا قلتها ترى خالد من الكلام يعني من النوع ذي الطير شي يسوي يغربل راعي الغنم، بس لا مصطلح كذي، في مصطلحين يا ريت بس واحد تقول لي اياهم. مسهر الرعيان. ايوه ثبت مسهي الرعيان او ملهي الرعيان او ملهي الرعيان. 500 دينار خالد يا اخي كنت وايد خايف صراحه. شاركت بتلفه وتستاهل. مبروك عليك، هذه صورته ملهي الرعيان او مسهي الرعيان اللي غربل شوي راعي الغنم. مبروك عليك خالد ال 500 دينار من شركه بتلكو، تستاهل كل خير العزيز. طبعا اكيد نقول حق خالد الف مبروك. الف مبروك يا يعني والله. سعيدين ان الناس صارت تتخذ الخطوه ان هي صحيح. تاخذ السؤال الثالث، لان امس كانوا شوي خايفين، في تردد شوي في تردد فعلا بس اليوم امس اليوم بس بدأوا يهونون شويه. اي والله تشجعوا عليهم والله، حتى اليوم الحلقه حلوه والشباب معنا. انت تسال وام هلال تقول لي شنو الجواب؟ ما صدق إيه نسيت احنا قلنا إذا كنا شوي متأملين خير نعرف الإجابة بنساعد، بس إذا ما عرفنا بعد ما في اليد حيلة طبعا. لأنه ما في مجال حق إن احنا نروح. هو المشكلة عندنا 20 ثانية ومو كل الأجوبة موجودة حبيبونا. طبعا عندنا اتصال جديد، نقول ألو مساء الخير. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، من معانا؟ محمد وياكم. محمد والنعم، شلونك يا محمد؟ شلون رمضان وياك؟ الحمد لله على كل حال. الحمد لله. من وين انت يا محمد؟ من اي منطقه في البحرين؟ عسكر الله يسلمك. عسكر والنعم موقعنا. موجودين هني في عسكر. يا سلام موقعنا والله يا شو هالعسكر. يا حلاتكم يا هالعسكر، واحنا موجودين في ضيافتكم هني ومستانسين معاكم. نورين بوجودكم الله يسلمك. ما عليك زود، عكسي نوركم. طبعا سؤالك بيكون عن اشياء كذي حلوه، بس قبلها خلينا نشوف ام هلال تفر لك الديره، ايش رايك؟ جاهز امي؟ على الله سمع عليك يا توكلنا عليه وأمنا به. ويلا بالسارية إن شاء الله. إن شاء الله يلا يلا بالسارية نشوف الديرة وين بترسيك. يلا يا ولد عسكر إن شاء الله خير يا رب يا رب الديرة تي على السارية. يلا 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 مغيب ليلة السارية ما ندرم متى بيطلعون. ها انزين تقول الأغنية البحرينية، طبعا السؤال عندي بإذن الله، تقول الأغنية البحرينية عن البنت الشعبية عن البنت البحرينية، ولد البحر ما با شتاي الكيسة تقطر على علبة أبا صبي غاوي يامر على يزواء. اي ما تبي روح البحر انزين أي. تبي صبي على قولة القايل انزين. السؤال شو الشخصية اللي تبيه البنت البحرينية؟ طبعا الأول خيارات ضابط يامر وينهي، مدرس، ولا ناخذ ها وينك؟ والله ما يحتاج قلت ولد البحر طبعا ناخذه صح. ثبت فعلا فعلا هي بغت ناخذه. ايه قالت انا بالناخذه طبعا. بس شنو قالت ولد البحر؟ شنو هي الشخصية اللي تبيها البنت البحرينية؟
قالت نخذ وصح جواب. تبي نخذه؟ يا حلاوتك يا ام هلال والله فعلا. ويانا انت طبعا محمد مواصل حق 300 ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. سؤالك الثاني من الحرف القديمه حرفه الجزاف، فشنو معنات الجزاف او شنو حرفته؟ هل هو صائد السمك في الحضره، ولا صائد السمك بالخيط والسناره، ولا بائع السمك في السوق؟ الجزاف ما يحتوي ما يبيلها شيء يعني البايع السمك. بايع السمك. يا سلام ثبت. يا سلام عليك يا محمد نثبت لك. فعلا الجزاف هو بائع السمك في السوق. عليك بالعافية 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. والله محمد متأمل فيك خير أنا الصراحة. إن شاء الله إن شاء الله. لأن سؤالنا بعد بيكون في الحرف والمهن. نواصل بإذن الله مع بعض. عاد هلا هلا فيني يا حبيبي. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. لا 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 أنا متأمل خير فيك محمد. حرب. بنسأل السؤال الثالث إن شاء الله. بس طبعا أنت تعرف قبل ما كان في آلات طحن مثل الحين اللي يطحنون الحبوب بالآلات الكهربائية صح؟ وإذا أحد كان يحتاج يطحن بهارات كان يلجأ حق وين؟ حق الدكاكين، خصوصا أنه قبل يعني 1950 كان في يمكن 3 دكاكين وما لا تذكرين؟ إيه؟ 3 دكاكين بس في المنامة. بس في المنامة. بس بس الحين طبعا تغيرت الأوضاع. الحين سؤالي أبا عرف شنو مهنة هذا الشخص اللي كان يستخدم الحمار ونوع من الرحى الكبيرة علشان يطحن؟ ها أقول ها شكلك عارف صاحب المهنة. أنا بعد أدام فيها ابتسامة عارف. لا ضحكة فيها. قال يسا يا صباح. أنا قلت شنو اسم صاحب هذه الحرفة؟ إيه قول اللي هي الطحان. أحسن. انثبت ثبت ثبت 500 دينار. مبروك عليك 500 دينار يا الغالي مقدمة من شركة بتلكو للاتصالات. ما شاء الله عليك يعني يا ولد عسكر عارف كل الإجابات وسعيدين انك انت جاوبت عليهم كلهم يا الغالي حتى من غير مساعدات. الحمد لله على كل حال. أشكركم وأشكر سمو الشيخ ناصر على الدعم الطيب. الحمد لله رب العالمين. تسلم يا الغالي. تستاهل. الله يسلمك يا أخوي. مشاهدينا خلونا نروح العريش وراجعين لكم إن شاء الله نتواصل معاكم برنامج السارية والمسابقات.
الله طبعا على القريه التراثيه والله على الاجواء اللي في العريش والمفاجات اللي موجوده في العريش. شفنا المسحر ام هلال وصراحه يعني وانا قاعد اسمع الصوت رجعني لذكريات قديمه الله. وفعلا لما في الفريج ونسمع الصوت يا ريت شوي تتكلمين على المسحر لان اكيد انت بعد عاصرتي هذا الوقت وعاصرتي حتى المسحر وطريقه كل واحد بعد مختلفه شوي تكون. اكيد عاصرته ولله الحمد وكنا نطلع ترى الصليل نطلع اذا الاجواء حلوه وجميله نلحق بيتين ثلاثه كذي ونرد. كان المسحر صج خصوصا عد في الشتاء. يا سلام في الشتاء كانت الناس تحتاج صج حق المسحر لان الاوادم تحت برانيسه والحفوته ولا يسمعون صوت الطبق وهو يطق ويقول بقواله يا عباد الله كله زين كله زين. شلون تنقال مولود الضحى الاثنين يا الله على ذاك الكلام يا الله على ذاك التسحر ويقومون الناس صلاة على النبي محمد الصلاة على النبي محمد وينفضون برانيسهم ويقومون ويتيددون ويمديهم ترى كانوا أمهاتنا يمديهم يسوون يرزون البلاليط والساقوة ويسوونها ويالله ويقعدون هاليهالي ويقعدون الابهات ويقومون وتسحرون. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يعني رسمتي لنا صورة كذي كاملة من خيال الواحد وعيشتينا في لحظة جدا جميلة. هذا المسحر بإذن الله مشاهدينا بنكون متواصلين معاكم مع مسابقات السارية ولكن بعد هذا الفاصل كونوا في انتظارنا. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة الاسم الثلاثي رقم الهاتف والرقم الشخصي ثم الضغط على زر المشاركة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. متواصلين معاكم مشاهدينا من برنامج السارية ومثل ما شفتوا هاللقطات الحلوة في العريش. ايش رايك يما هلال؟ انا سمعت وانتي تقولين هالحكوة الحلوة على الحلوى اللي قاعد يحطونها في الكوب. شفتيهم صبوها؟ شفتي اللي حطوا عليها المكسرات ذروا عليها البستق والكوزة. يا سلام يلا كذي انصبت صب عرتالي تايمد وتستوي. الحين خلي الحلوى انزين الصحن الثاني. ايش قلتي الصينيه؟ ايش قلتي عن الصينيه؟ الكفل يهتز يحكي يجسم الكبد بس يعني فندوس منها اللون. انا ام هلال ونيله الناس يسالون انت يعني ما شاء الله عليكم كل ليله شلون الاكل؟ قلت له احنا في حاله اغراء
يوميا نحاول نسوي كنترول على روحنا انه ما ناكل وايد ما نقدر يعني ما شاء الله طبخ مطعم الداعوس يعني أكيد. والاكلات الشعبيه الحلوه وهالحلوه البحرينيه الواحد ما يقدر بس نفس ما قلتي ملان من قبل واحد ياتي همزه همزتين ثلاث عن خاطره ولا يكثر علشان يذوق من كل شيء عن خاطره عنده ساعه ياكل من كل شيء من المالح من الحلو من السمك من الدياي هلو والله صدقته والله صدقته وفعلا الاكل حلو وهو حار عشان كذي احنا ما نقدر نقاوم اي والله متواصلين معاكم مشاهدينا ناخذ الاتصال اللي معانا الو مساء الخير منى يا هلا مرحبا يا هلا ومرحبا مساك الله بالخير شلونك شلون رمضان وياك الحمد لله بخير الله يسلمك ان شاء الله دوم يا رب ان شاء الله دوم وياكم الله يسلمك من وين انتي من الرفاع يا حي الله للرفاع احنا اللي موجودين في الرفاع الرفاع اللي في عسكر الرفاع اللي في عسكر لانه صدق فعلا منى تريم وايد ناس يسالون انت عم صدق في الرفاع قلنا لهم لا كل معالم البحرين الجميله اللي لها تاريخ وفعلا لها بصمه جدا جميله ما قصر وزيرنا طبعا السيد علي ربيحي ابو محمد نقلها كامل في القريه التراثيه فاذا قلنا احنا في الرفاع في عسكر عسكر الرفاع عسكر الرفاع فعلا يعطيك العافيه ان شاء الله شلون المسابقه معاك منى ان شاء الله الاسئله خفيفه وطول هالايام اللي مرت يعني عرفتي تجاوبين بروحك هو في شيء انا عرفته وفي شيء مساعده اللي اي زين الحمد لله على الاقل في كم من سؤال عرفته يعني اي صح صح اي لا بس سهله الاجابه الاسئله وايد سهله الحمد لله عيال احنا جاهزين نقول إن احنا عندنا حماس وندش على الاسئله باذن الله ان شاء الله باذن الله الشاريه شلون معاك منى اللي تطلع حق الناس باذن الله باذن الله ان شاء الله انت الحين جاهزه يا منى جاهزه قولي يا الله ان الله يرزقك السوريه يا ربي يا حبيبي يا الله يا ربي نشوف الديره وين بترسيك يا رب يا منى يا رب ان شاء الله تطلع لك الديره ان شاء الله يا ربي احنا نشوف الديره معاك باذن الله تفتر وبترسي على وين؟ على وين؟ إن شاء الله خير. على وين؟ فيني أمل خير أنا ما أدري إن شاء الله بس يا رب يا رب يا رب يا رب إن شاء الله. يا رب. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. 900 دينار يا منى مقدمة لك من بتلكو شركة بتلكو تحكي. تعالوا سؤال إحنا عندنا يعني عندي قرون استشعار. عندنا منى معانا منى على الخط. اي اي ما منى 900 دينار حرام عليك من غير اي ردة فعل وين ردة فعلك لا 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 ما قاعده اشوفها من التلفزيون ومتاخر مبروك عليك 900 دينار مثل ما قالت ام هلال من غير سؤال من غير اي يعني تواصل انت تجاوبين علي سؤال وحصلتي هذه الساريه الجميله تستاهلينها الف مبروك يا منى الله يسلمك الله يخليك فعلا تستاهلين يعني احنا ودنا كل ما اتصل والله لما يتصل فينا نقول له قول يا رب الساريه ويا رب تطلع لكم الساريه جميعا بس ايضا حابين ان انتم تستفيدوا من المعلومات اللي احنا قاعدين نقدمها لانها كلها تخص موروثنا الشعبي أكيد. وتاريخنا البحريني أكيد. أكيد. مشاهدينا نرجع نذكركم بسؤال مسابقه السيارات وباذن الله راجعين نتواصل وياكم Got it!
للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مشاهدينا، حابين نذكركم الفيديو اللي شفتوه قبل شوي، ان شاء الله كل يوم راح نعرضه ونعرض لكم على شاشة تلفزيون البحرين يوميا. حابين نعرف في اي عام اقيمت هذه الاحتفالية وشنو كانت مناسبتها عشان تتأهلون للسحب على السيارة ان شاء الله يوم الجمعة باذن الله. ان شاء الله في انتظار اليوم باذن الله. اكيد طبعا المفطح ام هلال فطاح يحكي. لا يحكي، قلتي من وين؟ من داعوس. من داعوس، يا سلام. فطاح داعوس، داعوس غير كل انواع الاكل. صلاه على النبي محمد. المفطاح، المكبوس، مكبوس السمك، مكبوس الدياي، مكبوس اللحم، كل نوع، الهريس، المضروب ترى، والمصلي اللي في قاعته، اللي باللحم، اللي بالدياي، اللي بالسمك. يا سلام، ترك عند مطعم الدعوس. يا سلام، وكأن المنيو عنده كامل قائمة الأكل. الواحد كل يوم يرتاح معهم. طبعا مشاهدينا، قبل لا نختم معاكم أكيد اسمحوا لي أشكر سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ولجنة رياضات الموروث الشعبي وأيضا شركة باتلكو على دعمهم الكبير لهذا البرنامج. طبعا اكيد مشاهدينا نقول لكم ان القريه موجوده في راس حيان في عسكر. انتظرونا بكره ان شاء الله، راح نكون في نفس الموقع معاكم على شاشه تلفزيون البحرين. الساعه كم يا ام هلال؟ 10:30. نعم، تابعونا باذن الله تعالى. مع السلامه، الى اللقاء. مع السلامه. مع السلامه، تصبحون على خير.